السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات. من العراق شرف لي الكبير أنه أشرح لكم بعض الأجناس اللي هي مهمة على العود، وممكن من خلال أنت تقدر تقسم بالعود وإذا عرفت أجناسها بصورة صحيحة. عندنا مقام اللامي اللي هو عراقي، وكثير من المختلفين من عنده وكثير من الناشرين من عنده باليوتيوب خطأ، اللي هو يبدي من الميكار أو مي بيمول، وهذا غلط. هو يبدي من الري ويأخذ ثلاث علامات خافضة اللي هي سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول، وفق مصادر وكتب احنا نتحدث اللي هي حقيقية وصحيحة في العراق، واللي هي حسب مصادر هذا المقام من عندنا. طبعا في الدول العربية يسمونه الكردي، ياخذ ثلاث علامات سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول، وبه اجناس موجوده اللي هو الجنس الاول اللي هو كورد على الري، اللي هو هذا كورد على الري، وياخذ عنده الجنس الثاني كورد على صول، كورد على صول، شوف، وياخذ الافرع الثاني اللي هو من السي بيمول، من هذا السي بيمول بالنزول، طبعا بالنزول يصير عندك من السي بيمول الى الفا، سي فا جيم، جنس نهاوند على الفا، وايضا يصير عندك من اللا بيمول الى المي بيمول عجم على الكرد، من اللا بيمول، من اللا بيمول الى المي بيمول جنس عجم على الكرد، يعني درجة الكرد اللي هي مي بيمول. إذا أنت مو واضحة عندك تقدر هسه أنا راح أشرح لك إياها، إذا مو وضحت وإذا مشيت بالصبورة أنا راح أشرح لك إياها من خلال الورقة اللي موجودة في داخل. شوف هسه لاحظ، راح نبدي ري مي فا صاد، كرد الري، ولا سي دا، هذا الكرد الثاني نعيده، هذا الكرد الثاني اللي هو كرد أصل، بالنزول راح يصير دا، بالنزول راح يصير هنا سي بيمول، سي لا صال ما لا 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 ناوين، بعد راح يصير لك لا صال ما مي، لا صال ما مي عجب على مي، لا 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 ري، هاي احدى الدروس اخذناها مقدمة اللامي. تحياتي لكم، اتمنى انه استفادتوا، وإن شاء الله في الدرس الآخر اللي هو تكملة سلسلة دروس. تحياتكم ومع السلامة، وتسوي لايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.